موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. سورة محمد سورة مدنية، آيتها 38 آية. من أسمائها سورة محمد صلى الله عليه وسلم وسورة القتال. ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، يعني بهذا اللفظ محمد صلى الله عليه وسلم، 4 مرات، وهذه إحداها في هذه السورة. فببعثته يحل الذل على الكفار على يده وعلى أيدي أتباعه، لأنه نبي الملحمة. وسميت سورة القتال لورود أحكام القتال فيها والحث عليه. بدأت السورة بالأمر بقتال المشركين، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، الآية 4، وختمت بعدم ترك قتال المشركين، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. بدأت بخذلان الكافرين وإحباط أعمالهم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، وختمت أيضا بذلك، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. المحور الرئيسي للسورة بيان عقوبة من أعرض عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن اتباعه مقياس قبول الأعمال. من مواضيع السورة عرض صور من العقوبات والخذلان من الله تعالى للكفار. الثاني عرض صور العزة والعلو للمؤمنين. الثالث دعوة المؤمنين لعدم ترك القتال حتى يلحق الذل والخزي بالكفار على أيديهم. الرابع عرض محبطات الأعمال في صور متعددة، فمن ذلك الكفر والصد عن سبيل الله كما في الآية الأولى، أيضا اتباع الباطل، الآية الثالثة، كراهية ما أنزل الله أيضا سبب لحبوط الأعمال، الآية 9، مشاقة النبي صلى الله عليه وسلم، آية 32، الرياء والنفاق، الآية 30، الردة، آية 25، الموت على الكفر، آية 34. ومن المواضيع أيضا البخل من أقبح صور الخذلان، آية 38. من اللطائف حول هذه السورة المباركة قطع الأرحام من الكبائر الموبقة المهلكة وتستوجب لعنة الله، آية 22 وآية 23. أيضا مركز التدبر والفهم عند الإنسان هو القلب، ولهذا كما في آية 24، وله أيضا شواهد أخرى في القرآن، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. أهل الجنة يعرفون بيوتهم فيها كما يعرفون بيوتهم في الدنيا، الآية 6. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد 13 سنة بمكة، ومع ذلك ذكر الله به في هذه السورة بعد الهجرة أيضا، وذلك لأهميته الكبرى، فالتوحيد قبل أي شيء ولا يقدم عليه شيء كما في الآية 19. غدا إن شاء الله نبدأ تفسير هذه السورة المباركة. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.